كوني من محبين الموسم صراحة هاي أحلى إشي شفته لهلا. Old school muscle cars. هاي هي أحلى إشي لهلا شفته. بالنسبة لي هاي أحلى من الفيراري، أحلى من البنتلي، وأحلى من أي سيارة شفتها قبل. سيارة العضلات الحقيقية. تفضلوا. سيارة نظيفة، نظيفة جدا. صراحة كثير نظيفة، شو قدها ماشية. ماشية مش معقول صراحة أنها ماشية 27,000 بس كثير نظيفة السيارة، فيها شوية خدوش شوية هاي، ولكن هذا الشيب حقيقي للمصري. وأنا للعلم من محبين المصري مش شدة، فهاي ما عندي أي مانع بيوم من الأيام يكون عندي واحدة زيها.